رفض الحديث إلينا واكتفى بمراقبتنا من بعيد من بين أكداس الحجارة التي تمثل مورد رزق لقرية بأكملها. هذا الفتى البالغ من العمر 15 سنة هو واحد من مجموعة من الأطفال الذين يحصلون على قوتهم من قتامة هذا العمل، إخراج الحجارة من الجبال وتحويلها إلى مادة الجير أو ما يعرف أيضاً بالبياض. عملية شاقة تمتد على طول اليوم، تبدأ من مرحلة البحث عن الحجارة ثم انتقاؤها فجمعها ووضعها في عربة الجرارة. كل نهار نجي صباح نهز البيوش والماسة والبينسة، نحفر على الحجر ونكسر شطر الفياج هكاكا ونروح، خاطر كنت نخدم حجام مرضت بالأعصاب وعندي الدم عاش يجو حجم وعندي ضربة واحدة. ولكن الإشكالية التي يعاني منها هؤلاء العمال هي سوء الطرقات هناك، طرقات بدائية تعقد عليهم العمل أضعافا مضاعفة. نشري ب10,000 ونهزو نبيعو ب20,000 ليكوش. والمشكلة مش المشكلة، المشكلة عنا الفوق ما عناش مثال طريق، ثنية خايبة ما عناش ثنية باهية. تستغرق مدة جلب الحجارة من الجبل وصولا بها إلى الأفران مسافة 20 دقيقة لتصل الحمولة إلى منطقة منحدرة في جبل حجر الطين كما يسميه أهله. تكسر الحجارة إلى قطع صغيرة الحجم ليسهل إدخالها إلى الأفران. حجارة زرقاء مميزة لا يمكن الحصول عليها بسهولة، هكذا يقول صاحب هذا الفرن. ضم الحجارة اللي تلاصق على بعض والحجارة كما هكا يعمل العرق، العرق ذاك يلصق على بعض، يلحم نحن نسموه مثلا، يلحم على بعض ويولي يجي خلف هذا ما يجيش حتى كيفها، حتى هذا حجر أزرق هذا ذاك يولي يغلي كما الكربون، كالجراثيم كي تبيضوا به البطيمات نتاع الدجاج ينحيها كلها، خاطر هذا بالنسبة لهذا أحسن زير في زغوان بالنسبة للجير هذا. أما لكني ما عندناش شكون يوصل المعلومة اللي توصل نجم يمشي هذا للخارج، ولا نجم تطورها الدولة شوية وتعتني بها وتمشي الأمور الناس الكل. منتصف النهار انتهت عملية جلب الحجارة وبدأت العملية الأكثر صعوبة، إشعال الفرن. فرن يدوي مكون من براميل وقطع حديدية مهترئة ونار يشعلونها باستعمال العجلة وفضلات الزيتون، لهيبها يطفئ نور الوجه ليتحول إلى أسود بمرور الوقت. الوقوف أمام الفرن لا يحتمل، ومع ذلك ففتى 16 من عمره يتحمل هذه الحرارة الملتهبة لأن الفاقة دفعته إلى ذلك، متناسياً مقاعد الدراسة بعد أن عجزت عائلته على تعليمه. قرنة وعجل تعلفها تطلع النار فوق تبجي تحت مثلاً للصباح للسبع تعلي وتتح حتى شي تبجي، وبعد تطلع في الشكاير في 20 كيلو بعد تبيع. ينتهي اليوم بتحصيل هذه الأكياس القليلة من الجير الأبيض الناصع الذي يوضع على أطراف الطريق لكسب قوت يومهم. ينتهي اليوم ولا تنتهي مآسي هؤلاء، فأيديهم الصغيرة هي التي تعمل بدلاً عن الآلات والماكينات الضخمة التي لا يجدون سبيلاً إليها، ففقرهم يحول دون ذلك عمال قرية الأنصار المائية. ما يفصل طرفي الحجارة ورائي ليس فقط اللون بين أسود وأبيض، وإنما أيضاً الإمكانيات بين من يمتلك كل شيء ومن لا يمتلك شيئاً سوى ساعداه. ومع ذلك فإن هذا السواد القاتم ورائي سيولد فيما بعد بياضاً ناصعاً يستفيد منه الجميع. نادية فارس، قناة المتوسط، قرية الأنصارين، زغوان.